قلتي لي اسمك ايه تاني؟ رحاب، رحاب طاهر. تحب اوريكي البطاقه؟ لا لا لا، مصدقاكي. اصل هي ما بتجيش شغل بقالها كتير ولا بترد على التليفون، فقلت اجي اسال اشوفها مالها يعني. هلا اصلها تعبانه شويه عشان كده ما قدرتش تخرج تسلم عليكي. للدرجه دي؟ ليه؟ في ايه؟ كلام في سرك؟ هي راقده مش عيانه يعني، هي ما رضيتش تخرج لك احسن تطلعي اللي ما تتسمى منى. منى؟ هي مش عايزه تقابل منى ليه؟ دول صحاب انتيم حتى من قبل ما نعرفهم. صحاب الشوم والندامه. عارفه انا لو قابلت اللي اسمها منى دي، الله في سماه لقلع اللي في رجليا وانسله على دماغها. هو في ايه بالظبط؟ هقول لك، بس امانه عليك اوعي تجيبي سيره لحد اني قلت لك، اصل هلا محلفاني ما اقولش الجنس مخلوق. لا لا ما تقلقيش، سيرك في بيقولي منى وطارق جوز هالة. مالهم؟ هالة امبارح قفشتهم في بيتها. بيت مين؟ بيت منى. يوه، هو انت جاي عشان تضايقني يا جلال؟ يا ابني بقى انا جاي لك بحكم العشره والصحبيه اللي بينا عشان اطمن عليك بعد لما قلقت مكالمه الصبح تقول لي انا جاي اهدأك. يا سيدي انا كويس وزي الفل قدامك اهو. طب بذمتك ده منظر واحد زي الفل؟ هم الناس اللي زي الفل دول بيبقى شكلهم عامل ازاي عشان اقلدهم لك؟ يا ابني هو انا مش عارفك بقى كل ده عشان اتخانقت مع مراتك؟ طب سيبني اتدخل بينكم عشان اصالحكم. ابوس ايدك. لا الموضوع مش مستعمل تدخلات من اي حد. يا ابني انت مكسوف مني؟ ما انت ياما اتدخلت انت وهالة عشان تصالحنا انا ومنى. ما تسيبنا بقى يا عم نرد شويه من جمايلك. ما تقلقش يا جلال، هنبقى كويسين. اطلع انت منها بس وركز في اي حاجه تانية. يعني انت متاكد ان كل ده بسبب خناقتك مع هالة؟ امال هيكون ايه يعني؟ معرفش بس هموت واعرف. يا ابني انا صاحبك وطول عمرك سرك معايا ما تقول لي. خلاص يا جلال لما بقدر احكي لك هبحكي لك. اهو اديك وقعت بلسانك اهو في سر، انا بقى مش همشي من هنا غير لما اعرف. يبقى تصبح على خير يا جلال، ولما تبقى تزهق وتاخد بعضك وتمشي بقى خد الباب في ايدك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طارق انت هتدخل تنام وتسيبني فعلا؟ يا طارق على فكره كده لا ذوق ولا اخلاق. يا ليله زرقاء، كل ده حصل لها في اليومين اللي فاتوا بس. وهي يا قلبي كاتمه في قلبها وساكته، واحنا بدل ما نخفف عنها لا كمان بندوشها ونزودها عليها. بتكلمي عن نفسك بس. والله ليه ان شاء الله؟ هو انا اللي اتصلت بيها لما مسكوني في القسم بنقله المخدرات؟ انت بتعايرينا انت؟ لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. عندك حق يا هند، كلنا غلطانين، كل واحد فينا مشغول بهمه وما بيفكرش في التاني. الدنيا تلاهي يا عم بديع، المهم لما حد فينا احتاج الباقيين لقاهم. الله عليك عاطف، والله جوزك ده خساره فيك. ميرسي يا هان. امينة على فين يا بابا؟ مشوار مستعجل. مشوار ما ينفعش نعرفه يعني؟ حاجه زي كده يا بابا. طب عرفني، ما انت في الاخر بترجع تقول ان ما حدش بياخد باله من التاني. يلا يا عاطف احسن، هيفتحوا معانا تحقيق. تفتكر ابو جه راح فين؟ معرفش، بس ما تقلقش لما عاطف يرجع هقرره.